السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. حضرتك شيخ، كان ليا سؤال. حضرتك انا مأجر شقة مأجرها من واحد وسيط يعني، نعم، ما بتعملش مع صاحب الشقة، بدفع الفلوس ده للراجل ده وهو يوصلها لصاحب الشقة. فبقالي شهرين، حوالي شهرين فيها. فالنهارده كنت بتكلم معاه يعني، فاكتشفت ان الراجل شارك عليه ان هو لازم يكون عدد في الشقة معين، وقال انا زود العدد كده من الباطن، بس مش هقول لصاحب الشقه، انا من عندي دي. يا اخي انت في بدايه تعاقدك معه تعاقدت معه على انه وكيل، تعاقدت معه على انه وكيل، واتفقتما على شروط. كونه غش ودلس على صاحب المنزل هذه تخصه لا تخصك انت، انت موقفك حلال ما دمت تعاملت معه على انك وكيل، على انه وكيل ومعه صك الوكالة، والمؤمن عند شروطهم، والله أعلم.